This is دكتور وعد. أنا دايما بنصح بالتمرين، ودايما عمري في حياتي ما قلت النصيحة بتاعت اللي كان في دكاترة كتير بتقولها بتاعت نخس الأول بعدين نتمرن. أنا فيتنس نوتريشنست، بالنسبة لي التمرين بأهمية الدايت، مش بس عشان شكلنا، عشان صحتنا، علشان نحسن مقاومة الأنسولين، علشان يبقى شكلنا أحسن، علشان كل حاجة. يعني اكشولي انا كنت شفت بوست قبل كده على بيج فيتنس كانت بتقول ان احنا لو في بيل، لو في كبسولة، والكبسولة دي بتوعدنا ان هي هتخلينا اصغر وهتخلينا شكلنا احلى وهتخلي صحتنا احسن وهتخلي نفسيتنا احسن وهتخلي كل الحاجات دي احسن، اكيد كنا هنشتريها مهما كان تمنها بالنسبة لنا. لما الكبسولة دي بيبقى اسمها تمرين، في ناس كتير قوي ما بتقدرش تشتريها. بما اني اتعاملت مع ناس كتير قوي 1 تو 1، انا عارفه كويس قوي ايه الكومنت او ايه الاكسكيوز، العذر اللي كل الناس بتقوله على ان احنا ما بنتمرنش، ان والله ما عندي وقت، اصل العيال، واصل الشغل، واصل اي حاجه. بس احنا بتوع الفتنس عارفين ان ده اشهر اكسكيوز في العالم، اشهر عذر في العالم. في تمرينه كده معروفه عندنا برضو فيري ماتش اسمها التاباتا. التاباتا دي نوع من انواع الهاي انتنسيتي انترفال تريننج، اللي هو التمرين العالي جدا او القوي جدا الشديد جدا، هاي انتنسيتي، اللي هو اسمه اتش اي اي تي، وفي ناس بتقول عليه الهيت. تمرين عالي جدا، انتنسيتي بتاعته عاليه جدا، قوي جدا، وبيتعمل بانترفالز. يعني احنا بنتمرن حبه نريح حبه، بنتمرن حبه نريح حبه، وهشرح ده ازاي بالتفصيل دلوقتي. ليه انا بنصح بالانترفال تريننج؟ اول سبب كده لان الانترفال تريننج بيزود الحرق. تاني سبب كده لانه التاباتا هي اللي بنرد عليها، او الانترفال تريننج، الهاي انتنسي انترفال تريننج او الهيت، هو اللي بنرد عليه على العذر اللي احنا متعودين عليه وحافظينه صم بتاع ما عنديش وقت. لانه التاباتا وورك اوت كله على بعضه بياخد 4 دقايق، وما اعتقدش ابدا ان في حد ما عندوش 4 دقايق. طيب التاباتا بتبقى عامله ازاي؟ بنتمرن 20 ثانيه ونريح 10 ثواني، 20 ثانيه 10 ثواني لمده او 8 مرات. يعني 20 ثانية 10 ثواني، 20 ثانية 10 ثواني، نفضل نعيد كده 8 مرات كده، كل الحوار على بعضه 4 دقايق. انا هلينك في الديسكريبشن تراكس على اليوتيوب بتعد لك، يعني هو بيقول لك ستارت وبيقول لك ستوب عشان انت ما تقعدش تفتح الستوب ووتش وتشوف ال 20 دقيقة وال 10 ثواني. انت باتا از فيري بوبيلر، مشهور جدا، ناس كتير قوي بتعمله، وفعلا بيزود الحرق. طيب احنا كده حلينا مشكلة اني ما عنديش وقت، اللي انا عارفة ان هتيجي في دماغ اي حد اول ما بيفكر في التمرين. تعالوا نشوف احنا ليه هنعمل اصلا انتنسيتي ورك اوت. انا كنت اتكلمت في الفيديو ده عن ان التمرين فيه 3 حاجات مهمة جدا لما نيجي نتكلم على التمرين: الانتنسيتي والديوريشن والفريكونسي. انتنسيتي يعني قوة التمرينة، ديوريشن يعني مدة التمرينة، فريكونسي يعني بتتمرن كم مرة في الاسبوع. اللي كل الناس او اللي معظم الناس اللي ما بتتمرنش بتركز عليه هو الديوريشن. يعني انت اول ما بنقول لك تمرين على طول اول حاجه بتيجي في دماغك انا هقعد قد ايه اتمرن. دي اقل حاجه في الاهميه، واحسن اكتر حاجه في الاهميه الانتنسيتي او قوه التمرين، ويليها الفريكوينسي. ليه يليها الفريكوينسي؟ لو انت بتتمرن مره في الاسبوع 3 ساعات، اللي انا قلت قبل كده ان مفيش حاجه اسمها انك تتمرن 3 ساعات اصلا، بس لو انت بتتمرن مره في الاسبوع 3 ساعات، مش هتوصل لنتيجه زي ما لو اتمرنت كل يوم 15 دقيقه. لان احنا لما بنعمل الحاجه كل يوم مخنا خلاص بيتبرمج على ان الحاجه دي بقت من الهابتس بتاعتنا، دي بقت من عاداتنا اليوميه، دي بقت جزء من حياتنا خلاص. فانا عايزه الاهميه، بدل ما هي اول ما بنجيب سيره التمرين دماغك تروح على الديوريشن على طول، انا ما عنديش وقت، انا مش هقعد نص ساعه، انا ما عنديش ساعه، ساعه ايه، انا هجيب ساعه منين، والكلام ده كله انسى ده خالص. نركز الاول على الانتنسيتي، حده التمرين، بعدين نركز على الفريكونسي، هتمرن كم مره في الاسبوع، وانسى بقى الديوريشن ده خالص. طيب ليه هنعمل الانترفال تريننج؟ انا بقول لكم ان الانترفال تريننج بيزود الحرق. طيب هل ده كلامي؟ يعني انا بقول ان الانترفال تريننج بيزود الحرق؟ لا، ده مش كلامي. هو مش بس بيزود الحرق، هو كمان بيساعد في تحسين حساسيه الانسولين او بيقلل في مقاومه الانسولين. دي كانت دراسه اتعملت على اكشوالي ما كانتش معموله خالص بهدف انها تقيس مقاومه الانسولين ولا الخساسين. كانت معمولة بهدف انها تقيس حاجة اسمها الادبونكتين كده، حاجة يعني مش مهم. المهم ان هم لقوا انه الانترفال تريننج ملوش تأثير على الادبونكتين، بس لقوا حاجة تانية، قالك بس احنا اكتشفنا حاجة، ده حسن جدا مقاومة الانسولين، وحسن جدا الدهون اللي في الجسم، وقلل جدا الدهون اللي في الجسم. لمين يا جماعة؟ للديابيتكس تايب 2، اللي هو مقاومة الانسولين في ابهى صورها. يعني مقاومة الانسولين لما بتتطور بتقلب لايه؟ لمرض السكر. فهم عملوا الدراسه دي على مرضى السكر عشان يشوفوا تاثير الانترفال تريننج على مرضى السكر في الادبونكتين، مش مهم، المهم ان هو لقى انه ملوش تاثير على الادبونكتين، بس
بس ده احنا لقينا تاثير ان ليه تاثير على حاجه تانية خالص اللي هي الانسولين سنسيتيفيتي، مقاومه الانسولين، حسن حساسيه الانسولين وحسن الدهون اللي في الجسم. دي كانت دراسه معموله على الدايابيتكس. في دراسه تانية كانت معموله على الاطفال، جابوا اطفال كده وعملوا لهم، عملوا كنترول جروب وعملوا هاي انتنسيتي جروب، وادوا الكنترول جروب يعني جروب مش بيتمرن، والجروب التاني خلوه يتمرن تمارين الانترفلز دي اللي هي الهاي انتنسيتي انترفل تريننج. الدهون اللي في جسم كل الاطفال قلت جدا وتحسنت جدا 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 جدا. ليه دايما الناس بتبقى ديفاستيتد من التمرين؟ ليه دايما الناس ما مش نتيجه التمرين ما بتعجبهاش؟ ليه دايما الناس بتحس انها بتتعب في التمرين ومش بتلاقي نتيجه فبتبطل، او بتحس ان الموضوع مش جايب همه؟ لانك فاكر ان التمرين معمول عشان يخسسك، هو اكشولي ملوش دعوه خالص بده. اكشولي انت لو بتتمرن علشان تشوف الميزان بينزل هتبقى فيري ديفاستيتد، هتحبط جدا. واكشولي برضو ده من ضمن اسباب، او ده اهم سبب كان بيخلي الدكتور زمان بتاع التغذيه اللي عايزه تخس بسرعه يقول لك ما تتمرنش، لانه عارف ان التمرين هيوقف نزول الوزن. I don't care about your weight، انا مش فارق معايا وزنك خالص، انا فارق معايا كميه الدهون اللي في جسمك. فانت ممكن تبقى 80 كيلو ولاعب كمال اجسام، وممكن تبقى 80 كيلو جسمك كله دهون. ما في ناس فاكره نفسها رفيعه وصحتها كويسه تقول لك انا بكون وما بتخنش وهي جسمها كله دهون. ما اتكلمت هنا عن التفسير العلمي لان ليه في ناس بتاكل وما بتتخنش. فاكشولي انا عايزاك بقى تطلع من البارادايم ده خالص، تطلع من حته انك فاكر انك تتمرن عشان تخس. دي احنا ما بنتمرنش عشان نخس، احنا بنتمرن عشان صحتنا، بنتمرن عشان يطلع لنا عضلات، عشان لما يطلع لنا عضلات نسبه الحرق في جسمنا هتكون اعلى، بنتمرن علشان نتخلص من الدهون اللي في جسمنا. فاحنا اكشولي بنخس، بس مش هتخس الخسانه ان انت يو اكسبكت الميزان انه ينزل. لا لا، اكشولي التمرين وارد ان هو يعطلك عن ده، بس شكلك هيتحول. واحنا ليه اصلا عايزين الميزان ينزل؟ عشان شكلنا يبقى احسن. مفيش اي سبب تاني عايز مخليك عايز تبقي 60 كيلو الا ان صاحبتك ال 60 كيلو شكلها حلو. طب انا لو بقيت شكلي احلى منها وانا 65 كيلو ازعل ليه؟ فهو مش مفروض يبقى الفوكس بتاعنا كله على الميزان، وده السبب الاساسي اللي بيخلي الناس تحبط من نتيجه التمرين، ان هم بيبقوا رابطين التمرين باوتكم هو ملوش دعوه بيه. انت مستنيه يخسسك على الميزان، هو مال التمرين ومال الميزان؟ اكشولي هو مش ده الهدف خالص من التمرين. في دراسة تانية اتعملت على الهاي انتنسيتي اكسرسايز والفات لوس، دي بقى اتعملت مخصوص عشان يشوفوا العلاقة بين التمرين اللي انا بتكلم عليه ده الهاي انتنسيتي انترفال تريننج والخساسية، ولو ان في دراماتيك تشينج، تحسن جذري في الحالات اللي عملت 12 اسبوع انترفال تريننج في الدهون اللي في جسمهم، الدهون اللي في جسمهم قلت جدا، ومقاومة الانسولين اتحسنت جدا جدا جدا. طيب بلاش التفكير بتاع اقوله نون، يا اما اروح ابقى بيج رامي يا اما ما اعملش حاجه خالص. لا، هو في حاجه في النص، نعمل انترفال تريننج. على فكره والله اتس فيري افكتيف، ده تاثيره تحفه وهتشوف بعينك لما تجرب. بلاش يا جماعه اندر استيميت الحركه، بلاش نروح نشتري ادويه تزود الحرق، وبلاش نروح ناخد مش عارفه كبسولات زياده الحرق، وبلاش نروح نشرب حاجات تزود الحرق واحنا عندنا كنز اسمه تمرين واسمه تمشيه واسمه بيعمل اكزاكتلي وات وي نيد، بيقلل الانسولين وبيعمل جي اتش. وانا عايز ايه تاني؟ انا عايز ايه تاني غير اقلل الانسولين وعلي جي اتش؟ هنعمل انترفال تريننج ده ازاي؟ مبدئيا كده فكره الانترفال تريننج انك بتتمرن تمرين فيري هاي انتنسيتي، تمرينه تبقى خلاص كده مش عارف تاخد نفسك وبعدين تريح، يعني 20 دقيقه 20 ثانيه سوري، بتمرن باقصى حاجه عندي، مش نص نص، مش بتمشى، بتمرن باقصى حاجه سواء ريزيستنس او كارديو مش مهم، سواء ممكن تدخل الاثنين على بعض. بعدها 10 ثواني مريح، هو ده التبت. اربع دقائق، اربع دقائق، ما تقوليش ما عنديش وقت، اربع دقائق عشان خاطرك وعشان صحتك وعشان شكلك وعشان خسسانك وعشان كل حاجه في الدنيا. شوف اي بنفيت كده ممكن تعدي، اي ميزه تعدي قدامك هتلاقيها تيجي من التمرين، اي ميزه في صحتك تعدي من قدامك، تعدي من خيالك هتلاقيها تيجي من التمرين. فانا عايز نعمل التباتا، بلاش بقى نوفر ثينك ونقعد نقول يعني اعمل انهي تمرينه واجر، اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه. بس لو عندك مشكله في الركب، عندك مشكله في الظهر، عندك مشكله في المفاصل، عندك مشكله في اي حاجه، لازم تستشير بيرسونال ترينر يعمل لك البروجرام، حتى لو انت اللي هتعمله في البيت لوحدك، بس هو لازم حد مختص يعمل لك البروجرام. لكن اذروايز انت ممكن تعمل اي حاجه على مقاسك. يعني مش عارف، انا كنت في الفيديو بتاع العيد ده كنت جبت معايا كابتن عمرو موسى وعمل انترفال تريننج، ممكن تفولو ده، ممكن تجيب اي حاجه اونلاين، كل واحد عارف مستواه اكتر من اي حد، ممكن تعمل حاجه تكون بالنسبه لك انت سهله بالنسبه لحد تاني صعبه. وفي حاجه عايزه اقولها، بلاش يا جماعه نبقى ديفاستيتد لما نفتح فيديو لواحده بتتمرن بقالها 10 سنين والاقي نفسي مش عارفه اعمل زيها. هو ازاي هكون عارفه اعمل زيها؟ اكشولي هتبقى حاجه غريبه قوي لو انا كنت عارفه اعمل زيها.
وايه ده برضو من ضمن اسباب اللي بتخلي الناس كلها disappointed، ان احنا بنقارن نفسنا بناس بقالهم 20 سنه بيتمرنوا. يعني انا في مره كان واحد بعمله دايت وكان عايز يبقى فورمه، ما كانش عايز يخس، ما كانش مريان بس كان نفسه يبقى فورمه. فكان بيقول لي هو انا ينفع اكل بيتزا؟ قلت له لا مش هينفعش، احنا عندنا هدف ولازم نوصل ومفيش تشيت ميل. قال لي على فكره عادي، يعني ذا روك كان منزل صورته بياكل بيتزا. ذا روك ذا روك ذا روك انا رديت عليه كده قلت له ذا روك بيتمرن قبل ما انت تتولد. بجد ما ينفعش اقارن نفسي وانا لسه ببدا بناس بادئه بقالها سنين. انا ينفع احلم وينفع اقول لنفسي انا هبقى احسن منه في يوم من الايام، وعلى فكره لو هو ده هدفك وبتسعى له هتبقى احسن منه في يوم من الايام كده كده. بس ما ينفعش ابقى محبط لان انا مش عارف اعمل اللي حد بقاله بيتمرن 20 سنه بيعمله. بص دول بيعملوا هاند ستاند، هو انت عارف بتمرن كام مره عشان يعرف يعمل هاند ستاند؟ بص دي بتعمل السكوات بسهوله ازاي وانا مش عارفه اعملها، هي بتعملها بقالها كام سنه. فانا عايزه ان احنا لما نشوف حد، لو احنا مثلا انا بقول لكم دلوقتي دوروا على فيديوز على اليوتيوب، لما تشوفي الفيديو وتشوفي حد بيعمل او تشوف حد بيعمل باحترافيه قوي تجيت انسبايرد، تقول الله ايه ده، انا في يوم من الايام ممكن اعمل كده. عشان على فكره هو انت في يوم من الايام هتعمل كده، مش ممكن تعمل، هتعمل كده لو انت فعلا استمريت وكملت في التمرين 100%. اكشولي مفيش اوبشن انك ما توصلش للمرحله دي. الاوبشن السبب الوحيد اللي ممكن يخليك ما توصلش للمرحله دي هو انك تكويت، اذروايز لا. 4 دقايق يا جماعه انا بطلبهم منكم، 4 دقايق 4 دقايق بس. 4 دقايق دول هتعمل فيهم التباتا كل يوم، كل يوم يوميا، هاي انتنسيتي. اسمه ايه؟ هاي انتنسيتي انترفال تريننج. مش بنتمشى 20 ثانيه ونريح 10 ثواني، لا، هاي انتنسيتي. هاي انتنسيتي دي معناها انك تبقى مش قادر، مش قادر دي ممكن تكون بتبقى بالنسبه لحد انه يلعب سكوات، بالنسبه لحد تاني انه يلعب جامبنج سكوات، بالنسبه لحد تالت ان هو يجري، بالنسبه لحد رابع ان هو التقيل عليك ممكن ما يبقاش تقيل عليا. فانت اللي بتحدد ايه الهاي انتنسيتي. التمرين اللي انت لما تعملها تلاقي نفسك جايب اخرك، هي دي الهاي انتنسيتي ورك اوت. نعملها بانترفلز وتفرج على الفرق، وزن شهر وشهرين وثلاثه وازاي هتتحول ونفسيتك هتتحسن. Please, يا جماعة. 4 minutes for Dr. Watts. Have a good day.